لها فقرة أخرى تقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لأرواح الموتى، هل تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن بين الناس؟ الله أعلم، هذا ممكن. وأمور الآخرة وأمور الأرواح يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا في تفسير الآية على معناه التقاء أرواح الأحياء مع أرواح الأموات. نعم.